احنا معانا خس ونحطه معانا فيه، ونحط الخيار معانا، طماطم ومعانا جرجير ومعانا فلفل اصفر، فلفل الوان اصفر، ومعانا فلفل احمر، ومعانا فلفل اخضر، والملح، نحط ملح، ورشة فلفل اسود، واحط زيت زيتون، واحط عصير ليمون، واحط زيتون اسود نخلي، هنقلبهم كويس، وهنجيب كولا ونحط فيها الحاجة بتاعتنا. انا هنا معايا جبنه فيتا، حاطه لها رش الزعتر وحبه بركه، هحطها على الوش كده. كمان رش الزيتون، احط بصل احمر، وعندي بصل اخضر زي ما تحب. بس كده، وانا كده خلاص خلصت طبق السلطة اليوناني بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير.